لم تخشى وعد ذات العشرة أعوام عمليتها الجراحية خشيتها أصوات الحرب والقذائف طيلة الأعوام الماضية، حالها كحال عشرات الأطفال السوريين. فهذه الطفلة قد حالفها الحظ لتكون موضع عناية 15 ناشط إيرلندي من أجل سوريا، زاروا مستشفى دار الشفاء في دمشق بغية تمويل عملية الطفلة وعد. الجيش السوري هو من الأبطال الشجعان، وكمان أطفال بسوريا كمان شجعان، وكل الناس شجعان، والطفلة وعد هي كمان طفلة شجاعة، وهن واجبهم أنه يساعدوا كل الأطفال، أي حدا بحاجة لمساعدة يقدروا يقدموها. كثير من المصاري المساعدات المالية وصلت لسوريا، ملايين ملايين الدولارات، بس للأسف بتروح لإدلب للمسلحين ليعملوا فيها أعمال وحشية ويقتلوا. بإنجلترا وبإيرلندا في أطباء سوريين اللي هن مخلصين لسوريا، وفي منهم بيشتغلوا بالمشفى هون أو لهم علاقات. الطبيب بالمشفى هون هو اختار الطفلة وعد لتكون هي أول مثلا من حيتلقى العطاء. لوعد طفلة عمرها 10 سنوات عندها فتحة بين البطينين، فتحة بين البطينين. نحن كنا عم ننتظر عم نراقبها بحيث تنغلق عفويا، ما تم الانغلاق العفوي، فحاليا بعد 10 سنوات لسه الفتحة موجودة وعم تعملنا، بلشت تعملنا شوية مشاكل توسع بالأجواف القلبية، فبنضطر نسكرها جراحيا. من وقت ما خلقت هي مع الفتحة هلا عمرها 10 سنين، يعني لحد الآن الفتحة مثل ما هي. هلا الحمد لله وضع مستقر، بس انه لازم عملية. كتير كتير فرحانة، ويعطينا العافية يا رب ويسلم ايديهم على كل شيء. انا بعد بالصف الرابع، انا كنت خاف بس هلا بدي اسوي العملية ما عاد خاف، اذا كان في قواس بخاف. بشكر الوفد لانه ساعدوني على العملية، بتمنى يساعدوا كل اطفال سوريا لانهم بيستاهلوا. تدخل وعد غرفة العمليات بعد أيام مسلحة بأمل الشفاء قد يتجاوز 98%. تجري عملية قد تستغرق 5 ساعات لتخرج بعدها وعد كما وعدت أعضاء الوفد قوية معافاة. من دار الشفاء بدمشق للإخبارية السورية ميرمين عمار.